نمشيو للكيكه اللي كطيب في حمام مريم. حشنا في الكيكه في جوج ديال البيضات، واحد ربع كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الفنيده، نص كاس ديال الحليب، وواحد الخماره، واحد الفاني، وزلافه صغيره ديال 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 الدقيق، وجوج معالق ديال الكاكاو. صافي نعاود واخا سمحتي لي. ربع كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السكر، ونص كاس ديال الحليب، واحد الخماره، واحد الفاني، وزلافه صغيره ديال الدقيق، وجوج معالق ديال الكاكاو. هادشي اللي بغات دير الكيكه بالشوكولاته، واللي ما بغاتش راه كتشيد هذاك باش نديرو عاوتاني الفلون بالمقلوب حتى نكملو ونعاود الكلام. واخا كيفاش كندهنوا المول ديالنا بالزبده ونفرو نشوه ونخلطوا الكيكه كما العاده، وندهنوا نديروا في وسط المول نرشوا ندهنوا بالزبده وندهنوا نرشوا بالطحين. كناخذ الطنجره اولا كوكوط، المهم شي حاجه اللي غيدخل فيها المول. كنديروا فيه جهد ليترو ديال الماء حتى ليتر ونص على حسب العرض ديال ديال البرمه، حتى كتبدا كتغلي وكنقصعوا ليها وكنحطوا المول في وسط الماء. نحاول يكون المول عالي الجوانب باش ما يدخلش الماء، ما يكثرش الماء. صافي كنحطوا غير الغطايه بلا ما نسدوا الطنجره ولا كوكوط ولا طنجره، ماشي مشكل، غير نحطوا وان شاء الله كنشوفوا الفوق البخار كيطلع من تحت الغطايه ديال البرمه كنحسبوا. المهم ديجي ديك 15 دقيقه ونهزو ونحطو، ماشي مشكل، غير هزي الغطايه وطلي الا هي طابت فتبارك الله. كديري واحد العويد كديري فيها، الا خرجت العجينه راه باقي ما باقي ما طابت، كنحاولو نحطو عليها الغطايه، ما صافي خرجناش فراه طابت. المهم ما بين 15 حتى 20 دقيقه راه كطيب الكيكه. ايه صافي كنحيدو المول، نمسحو من الجناب ونخليوه يبرد شويه، ونحيدو الكيك ونغسلو داك المول باش نعاودو نديرو فيه الصلاه. نغسلوه وندهنوه بالزيت ونخليوه جانبا. كناخذوا كسرونه كنديروا فيها يطرو ديال الحليب وثلاثه د المعالق كبار ديال الكريم باتيسير، وسته د المعالق ديال سنيده، اللي بغى يزيد اللي بغى ينقص، انا المهم سته هما كيجي هو هذاك الحلاوه ديالو، وجوج صاشيات ديال فلون فاني، وجوج ياغورت ديال الفاني. فلون فاني داك العادي داك الصغير ديال درهم ولا كبر من ديال شينوا؟ واخا لان الا درنا الكبير خصنا نديرو حسابو السكر، ما نديروش السكر. كنديرو في كاسرونه بلا ما نديرو ياغورت جانبا، حتى كيفيض لنا داك الكريم عاد كنديرو الياغورت. كنديرو في كاسرونه يطرو الحليب، ثلاثه المعالق ديال كريم باتيسير، سته المعالق ديال هاد الفنيده، وجوج ديال الفلون فاني، وبقى نحركو حتى كيعقد، كنحيدو جانبا ونحركو نزيدو يبرد شويه، كنضيفو ليه هذاك جوج الياغورت ونحركو مزيان، نحركو حتى كيدخل فيه. كنجيبو المول اللي دهنا كنفرغو فيه النص ديال الخليط ونحطو الكيكه. ونحطو الكيكه ونعاودو نكبو عليها داك الخليط الاخر، صافي نخليوها تبرد شويه وندخلوها المجمد ولا غير تحت، المهم باش تقبط راسها واحد ساعتين هكاك تقبط راسها. صافي ملي كتخرجيها كديري فوق منها صحن وتقلبيها راه دغيا كطيح، وكتحطيها باش تبرد وكتقدميها بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحة. الله يبارك فيك. بارك الله عليك اللي خديجة. خفيفة عليكم. شكرا لك بزاف على هاد الاقتراحات المتنوعة اللي وجدتي لنا.